هذه الرسمة يا أطفال رسمها أخ فاروق بدر الدين. شكرا يا بدر الدين، رسم لنا رسمة لسنجوب. ها رسمني بدر الدين، أوه إنها جميلة جدا، شكرا يا بدر الدين. أوه هذا أنا وأحمل حبة بلوط، أوه أعجبتني الرسمة. يا أطفال لونوني بشكل جميل. حسنا هذه الرسمة جميلة، إنها رسمتي أنا سنجوب. ماذا نقول لفاروق؟ شكرا يا فاروق، بارك الله فيك. أحضر لكم بكل واحد منكم سنجوبا، سنلون اليوم سنجوب. أحسنت، وشكرا لبدر الدين. شكرا فاروق، بارك الله فيك حبيبي، شكرا. جيد، ماذا نقول قبل أن نلون؟ جيد، هيا بالتوفيق. المعلمة أيضا تلون مع الأطفال. أنا أيضا لي نصيب في التلوين. أعجبكم تلويني أطفال؟ هيا لونوا معي، هيا لونوا لونوا، هيا هيا يا أبطال، وسنرى أحسن تلوين. سيكون من نصيب من يا ترى؟ وسيفرح صديقنا سنجو. شكرا يا أطفال، بارك الله فيكم. فيكي بارك الله. هذه قالها سنجو، لست أنا، أنا ألون. أحسنتم، ما شاء الله، جيد جدا، جيد، أحسنتم. جيد، أحسنتم. جيد، أحسنتم، ما شاء الله. أصبح لدينا الكثير من السناجب، ما شاء الله، ياي أنا حلو وجميل. شكرا يا أطفال لونتوني بشكل جميل، يا تصفيق تصفيق تصفيق، شكرا 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 شكرا. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل، ما شاء الله يا أطفال، بارك الله فيكم. وفيكي بارك الله. أحسنتم، جيد جداً.